بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كان من ضمن جدول برنامجنا في رحلتنا الإغاثية لكمبوديا البحث في القرى النائية عن كبار السن والمرضى الفقراء الذين لا يجدون علاجا لأخذهم إلى المستشفى الرئيسي في العاصمة، ووجدنا بعض الحالات تكون في مراحل المرض الأخيرة والأعمار بيد الله تعالى، ولكننا طبيا لا نستطيع نقلها، فندعو لهم ونتركهم لقدر الله تعالى. وصلنا إلى إحدى المرضى في القرية، هي مريضة بالكبد الوبائي، والله المستعان يعني مرأة كبيرة في السن وحالتها في مراحلها الأخيرة، أسأل الله أن يشافيها ويعافيها. ما نستطيع أن نفعل شيء، نتمنى أن نستطيع أن نفعل شيء، لكن يبدو أننا نستطيع أن نفعل شيء. وبينما كنا ننتقل في الغابات نبحث عمن يحتاج إلى العلاج، أخبرني بعض الأهالي بوجود امرأة تحتاج نقلها للمستشفى. أردت أن أذهب إليها ولكن الوقت قد تأخر، في الأدغال إذا اقتربت الشمس من الغروب يجب أن تخرج، لن يكون الطريق آمنا. ظلام في الغابة خطر، هناك بعض الحيوانات مفترسة، قد يكون قطاع طرق أو شيء مثل هذا، فالظلام خطر أن يبقى الإنسان في الغابة. وقد احترت بين الرجوع للعاصمة وبين التأخر قليلا لإدراك هذه العجوز المريضة. أريد أن أخذها ولكني لست مسؤولا عن سلامتي فقط، بل عن سلامة جميع فريق البرنامج الذي معي، من ضمنهم المترجم والسائق. ترددت ثم قررت الرجوع وتأجيل الذهاب إلى هذه العجوز ليوم آخر. عندما رجعت إلى القرية بعد يومين انصدمت بخبر، لقد ماتت، توفيت في اليوم الذي رجعنا إليها فيه. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان بالإمكان إنقاذها قبل يومين ولكن قدر الله ما شاء فعل. أحسست بتأنيب الضمير، كنت فعلا أتمنى لو أننا أدركناها، قدر الله ما شاء فعل. كنت فعلا أريد إنقاذها وحملها إلى المستشفى في المدينة، لكن سبحان الله هذا أمر الله عز وجل. أعلم أن مسألة أمان فريق العمل خط أحمر وأن قرار العودة كان منطقيا، لكنها روح فاضت من بين أيدينا. لم يكن الأمر سهلا، تمنيت أني أخذتها للمستشفى مع بقية المرضى. كنت أرجو أن أراها خارج المستشفى فرحة مشافاة معافاة مرضها، ولكنه قدر الله تعالى. كان بالإمكان أن نعزي أهلها ثم ننصرف، ولكن جاءني شعور بالإصرار على البقاء في القرية إلى أن نشهد جنازتها. إن البقاء في منزل الفقيدة في يوم الوفاة بوسط مشاعر الحزن لم يكن بالأمر الهين. ابنتها التي كانت أقرب الناس لها وهي التي كانت تمرضها هي أشد المتأثرين بفقدها. اجتمع أهل المسجد لحمل جنازتها والصلاة عليها. كانت توجد بعض المخالفات الشرعية التي حرصنا على توجيهها. لهم بأن نفعل الجنازة كما فعل الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. وباشرت الصلاة والدفن بنفسي حرصا على جعلها على السنة. الله أكبر. لا تدوس على القبر. بسم الله على ملة رسول الله. باتجاه القبلة، اجعلها على اليمين تجاه القبلة. في اليوم التالي وصل ابنها الذي كان يدرس العلوم الإسلامية في الخارج، فقال لنا شيئا عجيبا، يقول: كنت أدعو الله تعالى أن ييسر لها جنازة شرعية، لأن الجهل يكثر في قريتنا. يقول: وكنت لا أدري من يمكن أن يقوم بذلك وأنا بعيد عن أمي. الحمد لله، يعني إن شاء الله علامات وبشارات طيبة لوالدتك بعد وفاتها في تكفينها وفي الصلاة عليها وفي الجنازة. سبحان الله،
لقد علمت الآن سبب تقدير الله لنا أن نكون في جنازتها، إنها دعوة مستجابة من مسافر فجع بأمه. والله شعرنا بالحزن على فقدها مع أننا ما رأيناها في حياتنا، فنسأل الله تعالى أن يجعلها من أهل الفردوس الأعلى وأن يعفو عنا وعنها.